قضي الأمر. شركة تويتر أصبحت في حوزة إيلون ماسك. هنا إجابة على سؤال دار لأيام، هل سيتمكن من شراء تويتر أم لا؟ هذه الصفقة خلقت بدورها أسئلة عدة، سنعرف إجاباتها خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وفقا لتقرير لموقع شبكة CNBC الأمريكية. السؤال الأهم، كيف سيبدو تويتر في عهد ماسك؟ ماسك حاول جمع الآراء من متابعيه قبل شراء موقع تويتر حول آرائهم، وإن كانوا يريدون تغييرات معينة مثل زر التعديل. أيضا قال ماسك في أول تغريدة بعد الاستحواذ أن حرية التعبير هي حجر الأساس، داعيا منتقديه لعدم ترك المنصة، وأضاف أن تويتر يتمتع بإمكانية هائلة معربا عن الأمل في إطلاقها. كما تحدث ماسك عن أنه سيعمل على القضاء على الحسابات الآلية الوهمية أو رغبته في أن يجعل الموقع أفضل من أي وقت مضى كما قال. من الأسئلة المطروحة أيضا مشاهدينا، من سيقود تويتر؟ وهنا نتحدث عن الشخص الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة. شغل المنصب حاليا هو باراغ أغروال، تولى المنصب في نوفمبر من العام الماضي، ويبدو من غير المرجح أن يستكمل الرجلان أغروال وماسك المسيرة معا. من التساؤلات أيضا إلى أي مدى ستكون سيطرة إيلون ماسك على شركة تويتر؟ السؤال يدور حول ما إذا كان ماسك سيصب تركيزه على إدارة تويتر، أو إذا ما كان سيعطي إدارة الشركة والعمليات لفريق مستقل، خاصة مع امتلاكه لشركات كبيرة مثل تسلا وسبيس أكس وأخرى ناشئة مثل نيورالينك للتكنولوجيا العصبية وذا بورينج كومباني المتخصصة في مجال الأنفاق والبنية التحتية. الختام بسؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيعود للمنصة أم لا مع استحواذ ماسك عليها. ترامب أجاب في مقابلة مع فوكس نيوز، قال إنه سينضم خلال أيام لمنصته الخاصة تروث سوشيال، وأنه لن يعود مجددا إلى تويتر.